المهم هي قفلت في دماغي بقى، وقلت لازم انا هعمل الوافل البابل ده. جبت بيضة وضربتها كويس وحطيت عليها فانيليا ومعلقة او معلقتين من السكر، مش هيضر يعني، واضربيهم مع بعض، ومعلقة من الزيت ونضرب. وبعد كده هنحط ايه، نص كوباية لبن على مية، يعني ربع كوباية لبن على ربع كوباية مية، وتقومي ضربة. وبعد كده ايه، كوباية من الدقيق، وتنخليهم كويس على الخليط ده وتضربيه. وتحطي لك بقى معلقة من البيكنج باودر، وهو المفروض تحطي معلقة او معلقة ونص من النشا. ما كانش عندي نشا يا بنت، لا تتضايقي ولا تتعصبي. حطيت دقيق ذرة، هتقولي لي ذرة، قلت لك اهو بقى كده، اهو انا كده، انا كده، هي دماغي جت كده، انا جبتها كده فحطيتها كده، فمليش دعوة كده. فالمهم رحت ايه، عامله لك الخليط بتاع الوافل ده. طبعا انا عندي الجهاز دوت اللي هو الوش بتاع الجوزية ده، قلت بابل بابل اهو، ما هو بابل ده ولا مش بابل، لازم نروح نشتري بقى الجهاز، وتقعدوا تقولوا لي غالي وبتضيع فلوسك يا شومة. فقلت بقى هعمله بجهاز الجوزية ده. حطيت خليط الوافل كده زي ما انتم شايفين، وقفلته، وعينك ما تشوف الا النور. البتاع بصبص من كل حته بقى، يبصبص ويقع في الارض وانا لم، ويقع في الارض وانا لم. المهم سبته براحته خالص خالص خالص، ما رضيتش ازعجه لحد ما يستوي علشان ياخد لون من الناحيتين. وبعد ما استوى سبته في الجهاز. شوف الفلاحه بقى بهذا الشكل، بقى لوح خشبي اقسم بالله. ما هو المفروض اول ما يستوي تاخديه وتلفيه كده وتحطيه في الكوبايات زي ما هما بيعملوا عشان هو لسه طري. لا انا سيبته في الجهاز، فبقى مثل اللوح الخشبي، خشب خشب اقسم بالله. كان في حته لسه طريه خدتها، قلت لملم جراحي واحطها في الكوبايه، واحط معاها بوله من الايس كريم زي ما بيعملوا بقى، ولا يا ودي ولا اكنك شايف اي حاجه يا بنت، لا تزعلي ولا تتضايقي، عادي عادي ولا اكن في اي حاجه، حطي ايس كريمك، حطي الصوص بتاع الشوكولاته، بصي صوص كراميل، ولا اكنك شايفه اي حاجه عادي. واللي بقى عامل زي لوح الخشب ده اهو، بصوا ناشف ازاي، ما فيش مشكله، ولا اكنك شايفه اي حاجه. حطي يا بت عليه صوص شوكليت، حطي يا بت عليه يلا كراميل، حطي ايس كريم، ولا يهمك اهو. طب هتاكليه ازاي يا شومة، هو لوح خشبي كده خلاص بقى، او تقطعي كده تبدأي بقى تغمزي كده الايس كريم. احنا نغمز الوافل بالايس كريم، بصوا اهو، وقرمشة بقى، قرمشة مقرمشة فظيعة. او تاخدي حتة من البابلي، واحدة بابلي صغننة، واحدة بابلي تكسريها كده، تحطي عليها ايس كريم، شوية صوص شوكليت، وزي الفل. ودي كانت تجربة الوافل بابل.